صباح الخير يا ليلى، صباح كيفك الخير. اليوم؟ تمام، انت كيفك؟ والله على هالبردات، على هالثلجات، على هالمشاط، لازم نكون عن جد غير شكل. صباحكم خير على طول يا رب، والخير مرافق ايامكم. صباح هيك البرد والثلج والمطر. اليوم مثل ما كنا عم نقول انه امبارح بصباحنا غير، كنا عم نقول انه المنخفض الجوي رح يبلش الثلاثة المساء، وبالفعل بلش. ودمشق كان لها حصة من الثلوج ولكن كانت ممزوجة بالامطار، اما باقي المحافظات السورية فكان اكيد في تساقط كثير كبير للثلج. يا رب هذا البياض يبلش من قلوبنا. يسعد صباحكم، مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعاده، ضيوفنا من مجالات مختلفه، واكيد محافظاتنا السوريه لها حصه اكيد بتقاريرنا لليوم. قولوا يا رب خلونا نبلش هذا النهار. بدي ارجع لعندك يا ليلى. صباحك يا رشا، واكيد بنقول الله يبعث الخير امين هدول المطرات الحلوين. يسعد صباحكم مشاهدينا، مشوارنا الصباحي بلش بفقراته العديده والمتنوعه اللي رح نناقشها مع ضيوفنا الاختصاصيين، لكن مثل العاده فاصل لطيف ومنرجع. جناح لا سوريا حامل سلام، ضوي يا شمس بلادي فوق الايام. طير الحرية الطاير من فوق الشام، نزل عبر ديلاقي رب الحمام. عجناح لا سوريا حامل سلام، ضوي يا شمس بلادي فوق الايام. علوها علو الراي، سوريا صارت اي. علوها علو الراي، سوريا صارت بداية كل صباح. خلونا نروح لذاكرة الأيام ونشوف أهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 30 كانون الثاني، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1648 التوقيع على اتفاقية مونستر لإنهاء حرب الثمانين سنة بين هولندا وإسبانيا. بعام 1948 اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين. بعام 2013 كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول ناروان حاملاً قمراً اصطناعياً لأغراض بحثية. ومن الشخصيات يلي سجل تاريخ 30 كانون الثاني يوم ولادتها بعام 1899 ماكس تيلر، عالم جنوب إفريقي في علم الأحياء وحاصل على جائزة نوبل في الطب بعام 1951. بعام 1949 بيتر أغراي، عالم أمريكي في علم الأحياء وحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعام 2003. وبمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1951 فيرديناند بورشي مخترع ألماني وأحد مؤسسي صناعة السيارات في ألمانيا.
يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، وهلا رح نبدا باول فقراتنا لليوم لنحكي فيها عن مشكلاتنا اليوميه او المشكلات اللي بنواجهها بحياتنا. يمكن مشكلات احيانا بتكون اصعب حسب المواقف وحسب المقابلات، يمكن حسب ما بنواجه اشخاص بحياتنا، يمكن بعض المشكلات بنقدر انه نحلها ويمكن بيصعب علينا حلها. في كثير من الاشخاص بيقولوا رشا انه انا بعرف دير حياتي، بعرف انه واجه المشاكل، بعرف دير حياتي بشكل صحيح، لكن عند اول مشكله بيوقعوا وبتسكر الدنيا بوشهم. ممكن هذا الشيء ليلى بيعتمد ايضا على شخصيه كل حدا فينا، نحن تماما. كيف قادرين نتقبل هي المشكله، كيف قادرين نلاقي حلول، نلاقي خيارات لها، يعني دائما شخصيه الانسان هي بجوز نصف الحل. في ناس عندها ضعف بتخاف، في ناس لا بتواجهها بقوه وبجراه، انه يمكن المغامره تكون شوي ايجابيه وشوي سلبيه. دكتورتنا رح تخبرنا اكثر، خلينا نروح لنعرف اليوم كيف نحن قادرين نلاقي حلول بحياتنا لاهم المشكلات اللي ممكن تصير معنا، ودائما الوقت هو معيار يمكن بحياتنا لنقدر نتخطى كل الصعوبات. وضيفتنا لليوم هي الدكتورة لبنى بشارة، مدربة وطنية معتمدة في التنمية الإدارية. سعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، وبتمنى لكم نهار خالي من المشكلات، بلا مشاكل، بلا مشاكل، وأيام قليلة المشكلات لنكون واقعيين بالأمنية. آمين يا رب. بداية خلينا نحكي عن المشكلات وكيف نحن اليوم بنتخذ قرار لحتى ناخذ شوية انه نقدر اليوم نحن نواجه هي المشكلات، او ايمت نحن بنقدر نتخذ القرار المناسب. بداية المشكلة هي اي صعوبة بتواجهنا، ولحتى نقدر نحلها في منهج معين ممكن نمشي فيه لحتى نحن نخفف او نعرف حالنا ماشيين بالطريقة الصحيحة او لا. فلحتى نعرف انه نحن بدنا نحل المشكلة بدنا نعرف انه بدنا نتخذ قرار. فاذا موضوع اتخاذ القرار وحل المشكلة هن عبارتين متلازمتين، لأنه ما في حل بدون اتخاذ قرار، لا يتم حل أي مشكلة. فحل المشكلات هي الرغبة بالانتقال من حالة معينة إلى حالة أفضل من وجهة نظر الشخص، طبعا بجوز ما تكون أفضل من وجهة نظر الآخرين. فهي مبدئيا مفهوم حل المشكلات. واتخاذ القرار هو الاختيار بين بدائل متوفرة لدينا. إذا لا يوجد بدائل لا يوجد قرار، وبالتالي لا يوجد إمكانية لحل مشكلة. تماما. فهي مبدئيا مفهوم القرار ومفهوم حل المشكله. طيب نحن اليوم كرمال ناخذ هذا الروح للحلول الصحيحه بحياتنا بدون ما يخضع هذا الحل للخيارات القليله او للضغوط، نحن دائما احيانا بنقول لا ايه باوقات نحن لازم نقول فيه انه لا، عم نضطر نقول ايه بسبب الخيارات الضعيفه بحياتنا. اليوم في مراحل نحن لنوصل لهذا القرار الصح، شو هي اهم المراحل المفروض نحن كثير نعتمد عليها بحياتنا؟ بدايه في عندنا لنقول في مراحل محددة أكيد، لكن القرارات البسيطة مو بالضرورة نمشي فيها بهي المراحل، لأن بتكون القرارات كأنواع، إذا كانت بسيطة أو معقدة نحن بدنا نشوف القرارات المعقدة لنمشي فيها بالخطوات الصحيحة. أما القرارات البسيطة بتكون روتينية ومتكررة وعندنا فكرة مسبقا عن كيفية حلها وأثرها شخصي، فمانا كتير مشكلة، ما في إلا أثر عام على المجتمع أو على منظمة أو غيرها. فبالقرارات اللي بتأثر على مجموعة أشخاص أو على مجتمع، يعني مهما اختلف حجم تأثيرها، هي هي القرارات اللي بدنا نمشي فيها بمراحل معينة أو بتأثر على وجودنا. فإذا هي قرار حيوي لو كان فردي وشخصي، لكن حيوي بالنسبة لي كشخص. شو هي المراحل؟ أول شيء بدي حلل وشخص المشكلة، يعني بدي أجمع معلومات عنها، بدي أعرف أكثر ليش هيك صار، شو أثر البيئة عليا، أنا شو ممكن أعمل دور فيها. بدي أدرس كل هاي التفاصيل مثل الطبيب وقت يشخص الحالة وبيعرف شو هو تماماً المرض. فنحن هون شخصنا المشكلة، هي بالمرحلة الأولى. بالمرحلة الثانية بقول شو في عندي خيارات متاحة، يعني مثل الشخص اللي بده يشتري فرضاً سيارة، بحدد مبدئياً أهم معلومة إنه أنا الميزانية عندي هالقد، بعدين بيقول مثلاً ممكن أنا أشتري بين هالثلاث خيارات، وبنطرح قدامه خيارات ثانية كل ما سأل واستفسر. فإذا المرحلة الثانية هي تحديد خيارات أو بدائل. المرحلة الثالثة بقارن، بس على شو بدي قارن؟ بدي قارن على معايير معينة، يعني مثلا حجم السيارة، استهلاكها، مصروفها للبنزين، توفر قطع الغيار، أسعار قطع الغيار، كل هي أنا بحطها بعين الاعتبار وبشوف شو الأهم بالنسبة لي. بعد ما قارن بجي بختار. هون نقطة الاختيار هي اتخاذ قرار، لكن ما انحلت المشكلة، أنا مو ما بكفي إني قرر، أنا لحتى حل مشكلة لازم بعد ما قرر نفذ وشوف حالي أنا ماشي صح
بالطريقة اللي فكرت فيها وبالخيار اللي اخترته ولا غلط؟ فدائما العالم بتهمل فكرة الالتزام بالتنفيذ، بتعتبر حالة أنا قررت أخذت قرار وخلصت يعني من عندكم. ما بيكفي. فإذا المراحل هن لنقول أربعة، ممكن نخففهم أكثر أو نزيدهم، لكن ضمن هذا التصنيف اللي هن مراحل حل المشكلة، تشخيصها وتحليلها، اختيار بدائل ومقارنتها، اختيار البديل المناسب من بين هالبدائل، ومتابعة التنفيذ. تمام، ذكرتي حضرتك المراحل، لكن أحيانا الظروف كتير بتأثر فينا، بتأثر على المشكلات، يمكن توقفنا شوي عن حل بعض المشكلات. خلينا نحكي شوي عن المشكلات اللي هي بنكون نحن نتيجة ظروف معينة. أكيد الظروف لها تأثير كتير كبير، وخاصة لما نكون عايشين ببيئة هائجة أو قلقة. وفي عنا البيئات المستقرة هي اللي بتكون أريح لإلنا، اللي بنقدر نعرف تماماً إنه هالمعلومة صحيحة أو لا، أو بنجمع معلومات أكثر، ودرجة تغير المعلومات بتكون قليلة. أما حالياً مثلاً سعر الصرف متغير بسرعة، في قرارات كثيرة عم تتغير بسرعة، فهذا الشيء ما بيخلينا نكون نحن متأكدين من معلوماتنا. لذلك البيئة بتأثر علينا بشكل إيجابي إذا كانت مستقرة، وبشكل سلبي إذا كانت هائجة أو قلقة. هي عوامل البيئة، وبنقصد فيها كل شيء، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً، بكل نواحي، سياسياً، كله هاي الأمور بتأثر علينا على قراراتنا. فنحن هون منقول بالإضافة لهي العناصر، في عندي فيني صنف تأثير البيئة علي بثلاث حالات كمان. شو هني الحالات؟ حالة التأكد أول، وقت بكون أنا متأكد من المعلومة فأنا بقدر أخذ قرار دقيق، قرار واثق أنا منه. مثل لما بنزل على مول بلاقي نفس المنتج بعدة محلات بنفس المواصفات هو، فبقدر أختار من بيناتهم الأرخص لأن عندي كل المعلومات وعن نفس المنتج. لما أروح على مثلا حالة تانية من تأثيرات البيئة اللي ما بتكون فيها كل المعلومات واضحة بالنسبة لي، بنكون عم نحكي إنه نحن بحالة عدم تأكد. ونحن حالياً بحالة عدم تأكد لأنه كتير في متغيرات، عدد المتغيرات كبير اللي عم بيأثر علينا، ودرجة وسرعة تغييرها كبيرة، وكمان ارتباطها ببعضها كبير. يعني العامل الاقتصادي عم بيأثر على الاجتماعي، عم بيأثر على الثقافي، عم بيأثر على التربوي، فإذا درجة الارتباط كمان كتيرة. فهون بنسميها نحن تعقيد بيئي، نحن حالياً عايشين بتعقيد بيئي. لذلك بيكون في عنا بحالة اتخاذ القرار إما عدم تأكد أو مخاطرة. فإذا صار في عندي البيئة بتأثر علينا بحالة إما تأكد أو عدم تأكد أو مخاطرة. طب شو الفرق بين المخاطرة وعدم التأكد؟ عدم التأكد الاثنين ما في عندي معلومات دقيقة، لكن مثلا بدي أفتح مشروع، فبحالة عدم التأكد أنا عامل هالدراسة لثلاث مشاريع وبدي أختار أي الأفضل، بس ما بعرف بعد سنة شو رح تكون الوضع. هل أفضل أفتح كازية محطة بنزين، ولا أفتح مول، ولا أفتح مطعم؟ يعني منشوف شو الشغال حالياً وبختار بيناتهم. فشو بقول نحن منحكيها بالأحوال العادية، بقول والله هذا المطعم بيجيب لي أرباح خيالية، هي اسمها اتخاذ قرار بحالة التفاؤل. بالعلم اسمها الحالة التفاؤلية، فبقارن بين ثلاث مشاريع بالحالة التفاؤلية. أو إذا عملت لهم دراسة بالحالة اللي هي وقت نقولها بالعامية، على الميتة بيجيب لي هالمشروع كذا، هي اسمها الحالة التشاؤمية بالعلم. فنحن بنحكيها بالواقع لكن هي مردة للعلم حقيقة. فبالحالة التشاؤمية بقارن بين الثلاث خيارات هدول، فأنا إذا ماني متأكد إنه بعد سنة أو سنتين كيف رح يكون الوضع لحتى اختار المشروع المناسب، ويا بدي اختارها بالحاله التفاؤليه او التشاؤميه. شو الارباح اللي ممكن انه افضل نختار نحن، ولا لازم نحن نعتمد في الخيار الثالث؟ لنشوف. هو الوسطي بالحكي العام، هو الحاله الوسطيه بالعلم بنقول له هي طريقه لابلاس. بنقول بدي يكون شوي متفائل وشوي متشائم قد بعض، فبقسم نص بنص مثلا. متوقع الأسوأ كرمال انه يعني بعطيهم كيف بالجامعة بنقول معدلي بالجامعة، بنجمع عندي سبع مواد وبنقسم على سبعة، بنجمع العلامات المعدل، وهون بجمع مثلا قديش أرباحي بالحالة التفاؤلية ممكن تكون، وقديش أرباحي بالحالة التشاؤمية، وبقسم على اثنين. فهي المعدل أو الوسطي يعني مثل معدل الجامعة. فهي اسمها طريقة لابلاس، هي الصح
بالحقيقة، مشان أنا ما أكون كتير أوفر. ما أنصدم الواحد، ما ينصدم بالواقع بعدين يعني. تماما، كون ترك خط هيك مسافة أمان خلينا نقول. تماما. وفي عنا حالة المخاطرة مثل التاجر وقت يقول بدي خزن مثلا مادة معينة أساسية، هل بخزنها شهر ولا ثلاثة ولا ستة لأنه بدها تغلى الأسعار؟ فنحن عنا احتمال تغلى الأسعار، فرضا هو بيتوقع أنه ترتفع الأسعار 70%، نسبة ارتفاع الأسعار 70% وثباتها 30%. فإذا هون ما ضل عندي مثل وقت قلنا الوسطي نص بنص، صار 70-30. هذا الفرق بين عدم التأكد والمخاطرة. المخاطرة أنا بعرف أنه بالمستقبل غالبا بمقدار بنسبة 70% رح يتغير هالموضوع بهالنسبة. فهون أنا بعمل حساباتي، أو التاجر بيعمل، يفترض يعمل حساباته، خزن عندي المادة شهر ولا أربعة ولا ستة، بيشوف شو الأرباح الأكثر بالنسبة له، لأنه هو لازم يشتغل ويجيب رأس مال، يعمل دورة لرأس المال تبعه، ما بيصير يخليه مخزن دائم. فهون هو بيعمل حساباته. فإذا البيئة بتأثر علينا بثلاث حالات، حالة تأكد وعدم تأكد وحالة مخاطرة. الحالتين الأخيرتين هن فيهم عدم كفاية بالمعلومات وعدم ضمان لإلها بسبب البيئة الهائجة أو القلقة الغير مستقرة. قديش شفناها بالفترة الأخيرة هاي الحالة؟ تماما، هي السائدة يعني. طبعا، لأنه في عندي تشابك بالعناصر المؤثرة على كل مواطن أو كل تاجر أو كل شخص ممكن بده يتخذ قرار، وخاصة بالصناعات الكبيرة. صحيح. أو المهمة. طيب خلينا نروح للمشاكل اللي ما إلى حل بحياتنا. كنا عم نحكي وذكرنا هيك بالعامية أنه دائما بنقال أنه كل شيء بالحياة له حل إلا الموت، ولكن اليوم بالتنمية البشرية والنظرة العلمية أكيد في قصص حتى الموت بيكون رحمة ببعض الحالات مثل ما حكينا يعني. خلينا نروح بهذا الشق، هذا السؤال، ونتوسع فيه أكثر. مشكلات اللي ما إلى حل. المشكلة اللي ما لها حل هي المشكلة اللي ما فيها خيارات. يعني أنا لما ما أكون مخير، ما عندي بدائل، مثل وقت قلنا سيارة عندي ثلاث خيارات، أو مثلا أنا بدي أغير البيت، سواء بدي أستأجر بيت آخر أو انتقل اشتري بيت ثاني. إذا ما عندي إمكانية فأنا غير مخير، فبالتالي أنا ما عندي حل للمشكلة. هون نحن منروح على الشق النفسي تبع كيف ممكن الواحد يتأقلم مع الحالة تبعه يعني. لكن دائما أنا بقول نحن ما بدنا نشتغل على التأقلم والرضا لهو نكون نحن أشخاص خاملين، لا، نحن بدنا نرضى بالواقع، لكن نشتغل دائما لنحسن، لنغير أو لندور على منافذ. لأن إذا كل العالم رضيت بالواقع اللي هي واصلة له، ما بيصير في تطور، ما بيصير في أي إنجاز. خلاص بتقول أنا خلاص هذا الواقع. منطقة الراحة ما رح كنا عم نحكي فيها، لأنك توقع بمنطقة الراحة وخلاص. هلا حتى هي ما أنا راحة بالحقيقة لهم، لأنه هن معذبين نفسيا. هي ممكن تكون منطقة راحة للجهد لكن مو للنفس. يعني ما عم ببذل جهد، فمنطقة راحة يعني عضلية أو جهد بالجهد، أما الفكرية هي لا، أو النفسية هي تعبان، بيكون ما أنا مرتاح. لكن في بعض الأحيان يعني غير المشكلات اللي حكيتي عنها والعوامل واتخاذات القرار، يمكن مشكلات اجتماعية، ممكن شخص يقع بمشكلة مع شخص قريب عليه ما عم يقدر هو يواجهه أو ما عم يقدر يحل هاي المشكلة كمان. هذا الموضوع يمكن كتير أشخاص بتعاني منه. أكيد طبعا. هلأ نحن في عنا العامل الشخصي بيلعب دور كتير كبير. لما نحن وين بيظهر هذا الدور؟ لما نتخذ القرار ولما نحدد البدائل. ليش؟ لأنه فيها شيء من العوامل الشخصية، بينما جمع المعلومات، المعلومة هي شغلة صافية نقية، نحن منحولها إما لتناسبنا أو إذا كنا ما منحب الموضوع فمنبعدها عنا أنه لا تناسبني. لكن هي واقع، أمر واقع، أنا لازم كون حيادي وأخذ كل المعلومات بشكل بالتوازي، أخذهم أدرسهم بنفس الأهمية بنفس الطريقة لمشكلتي أو موضوعي. فهون بالنسبة للعلاقات الشخصية الموضوع كمان بنفس الطريقة، أنا بدي أشوف شو أسباب المشكلة بيني وبين الشخص الثاني، كمان بدي يكون بنفس المراحل. طيب أنا فهمت شو الأسباب، هل أنا بدي خياراتي بدي صلح معه ولا بدي أقطع معه؟ ما عاد يعني لي الشخص، أو ما في منه أمل، أو يعني شو، أو بدي خلي علاقتي سطحية. فهي البدائل بتكون. فإذا حتى بعلاقاتنا الشخصية بدنا نمشي بنفس الطريقة، لأنه البدائل هون بتكون شو علاقتي فيه، أنا شو بدي منه لقدام. تماما. وبناء عليه بقارن هل ممكن يكون هو نمشي بطريقة مريحة
ولا ما في امل ومنكمل بقى بالحل. في عندنا ظاهره كثير منتشره وهي القرارات المفاجئه، يعني خلينا اذا بدنا نقول القرارات العامه بتيجي بتنامي بتلاقي القرارات نازله وخالصه، يعني بتشكل لك عنصر مفاجاه بحياتك، ولكن اذا بدنا نعمل اسقاط على العلاقات الشخصيه هذا الشيء غلط، كونه انا باسره بمجتمع باصدقاء كثير مقربين انا ما بصير اليوم في قرار بحياتي ما في تمهيد له بالحياه يعني. فقد ايه اليوم مهم احنا نمهد، خلينا نبعد عن القرارات العامه نروح للقرارات الخاصه يعني. تماما. هن نفس الحالة لكن رح تكون الأمثلة على العلاقات الشخصية، أما هن نفس بيمشوا بنفس المراحل ونفس التصنيف لهم تماما. هلا بحياتنا الشخصية وبحياتنا المهنية لازم كمان نعمل شيء اسمه تهيئة للقرار. التهيئة كيف بتكون؟ فرضا شخص بده يسافر، تمام؟ بده يهيئ لأهله أنه أنا بدي سافر لهي الأسباب لكذا، ما بيصير يترك ويمشي. شخص بعلاقة مع شخص ثاني كمان ما بيصير يترك ويمشي بطريقة مفاجئة، هذا يعني لنفسيته لإله وللشخص الآخر وللمحيط هذا شيء مضر وسيء وسلبي وما بيعطي نتائج جيدة، لأن حتى هو بعدين رح يكون في أثر سلبي عليه تماما إذا فرضا ترك ومشي بدون سابق إنذار. هلا التهيئة للقرار هي شو بتقول؟ بتقول انا بدي هيئ جو نفسي ومادي، يعني مادي ادوات اذا بيلزمني تماما. فهدول العنصرين سواء كنا عم نحكي بالعمل او بالحياة الشخصية لازم هيئهم. اذا بدي انتقل لمكان هذا من حياتنا الشخصية ما بدي هيئ الظروف المناسبة، فالتهيئة لهذا القرار هي التهيئة المادية يعني الادوات والمستلزمات والبنى التحتية، وتهيئة نفسية. صحيح، يعني في ناس بتقع تحت صدمة من قرار شخص كتير غالي عليها وكتير قريب منها، يعني صحيح ممكن تدخل بصدمة نفسية. أكيد، لذلك لأنه ما في تهيئة للقرار. هلأ هذا الشيء بنشوفه بالحياة العامة كتير موجود، لأنه العالم هو ليش بيطلع هذا القرار؟ لأن بيكون في تراكمات، يعني ما في شيء بيجي فجأة هيك إلا ما يكون له سبب إذا رجعنا لأسبابه الحقيقية. فأي قرار عم يتخذ يكون كتير كبير نتيجة موقف بسيط هو نتيجة تراكمات. إذا بدنا نحكي بالعلاقات يمكن أغلب المشاكل اللي بتصير معنا نتيجة تراكمات فعلا. صحيح. الواحد بيكون فيه كبت، فإذا نحن ما حلينا ما كل فترة عملنا هيك مثل ترتيبة لحياتنا ولأمورنا بدها تزيد هاي التراكمات وتخلينا نفوت بزوايا ضيقة أو سلبية بحياتنا بعلاقاتنا مع الآخرين. لذلك نحن لازم نعمل كل فترة هيك ريفريش شوي لحالنا، ناخذ وقت نفكر ببعض الأمور ونعمل لها إعادة ترتيب لإلها لحتى ما نكون، وهي هي بالحقيقة هي اسمها الرقابة الذاتية. يعني أنا بكون عملت تشيك على بعض الأمور اللي بحياتي، هل أنا ماشي فيها صح أو غلط؟ هل بحاجة لأني أرجع أقعد أحكي مع الشخص الثاني ببعض الأمور أو لا؟ هي بالعلم اسمها رقابة ذاتية، بالحياة اسمها هيك إعادة النظر بمواضيع علاقاتي أو مجالاتي المهنية أو الشخصية. فهن نفس بيمشوا بالتوازي. تمام. طيب اليوم في أخطاء شائعة بهذا المجال، يعني نحن ممكن التسرع، ممكن عدم وجود خيارات كثير بحياتنا تجبرنا نروح للخيار الأقرب ولكن هو ليس الصح بالنهاية، يعني شو هي أهم الأخطاء اللي ممكن نحن نوقع فيها؟ هلا اذا ما في خياراتنا ضيقه ما بيكون هون المشكله فينا، فنحن هون بنكون حطينا الحل الافضل بين السيء، يعني حل سيء لكن في اسوء، البقايا كلهم اسوء تماما. فبيكون هون لا نحن اشتغلنا صح تماما. لكن اذا في شيء ممكن نحن هون نفوت بحلول ابداعيه، هل انا ممكن فكر خارج الصندوق، خارج هالخيارات الموجوده عندي؟ هلا هون بشو نحن ممكن نستفيد؟ ممكن نستفيد من الاشخاص الموجودين حوالينا اللي هن دائما بيطلعوا بامور جديده، اللي من نحن بنقول برافو والله كيف طلع معه هذا الموضوع او كيف فكر بهالطريقه. ممكن نقعد معه نطرح عليهم عده مواضيع، مو بالضروره اكون انا عم بقول له انا بدي اقعد معه وعم بقول له انا بدي اعرف منك شو حل هالمشكله، لا ممكن يكون بحديث طبيعي. يمكن الشخص اللي مقابلنا يقدر يعطينا كلمه تكون مفتاح كونه نحن بضمن المشكله، فبتحسي انه انت عم تبرمي بنفس الفكره مانك عم داخل الصندوق، نحن ما عم نقدر نطلع خارجه يعني. تماما. لذلك الاشخاص اللي برا الموضوع ممكن يكونوا حياديين حتى اكثر بفكرهم او بنظرتهم لمعلومه معينه نحن ممكن نكون متمسكين فيها او ملاقينا لا ما بتزبط، فهو يفتح لي بوابات ثانيه لفكر فيها بهدول المعلومات اللي انا بعدتها عني او محيدتها، فبيعطيني افاق ثانيه لتفكيري. فنحن لحتى نحسن من حلول المشكلات ممكن نستفيد من الاشخاص اللي بنلاقي عندهم حلول مميزه
ممكن نقعد مع أشخاص إيجابيين أو نعرف تماماً شو هي المراحل ونمشي فيها، مو ضروري بتعقيد لكن بمنهجية. اليوم في فرق بين الفوضى وبين عدم القدرة على حل المشكلات، يعني الشخص اليوم اللي بيكون فوضوي هل هو بالفعل غير قادر على حل المشكلات أو بيتعرض لمشاكل أكثر بحياته؟ هلأ السؤال الشق الأول من السؤال، هل الفوضوي هو نفسه الشخص غير قادر على اتخاذ القرار؟ مو بالضرورة، لأنه في أشخاص هن منظمين لكن لا يوجد عندهم خيارات، فهون هو ما نو قادر على اتخاذ قرار لأن لا يوجد بدائل، فهذا ما نو فوضوي. أما الفوضوي غير قادر على اتخاذ قرار، لا هو بياخد قرارات لكنها غير صحيحة تماما. فحتى الشخص الفوضوي بياخد قرار، حتى الشخص اللي بمنطقة الراحة قاعد مثل ما تفضلتي هو شخص آخذ قرار أنه أنا ما بدي أعمل تغيير، تمام. فهو شخص مقرر لكن قراره أنه أنا ما بدي أعمل تغيير، أنا بدي ريح حالي، تمام. فإذا نحن عم نتخذ قرارات بحياتنا باليوم الواحد أكثر من 200 قرار بين الصغير والكبير، فبتحسي الفترة يعني أنت مجبرة أحياناً تغيري بنهار أكثر مرة بسبب يعني الظروف العامة والمعطيات أكيد. اللي عم تعيش فيها. دكتورة لبنى كثير انبسطنا بحضورك لليوم، ومثل ما بلشتي هذا الصباح قلتي لنا صباح الخير وإن شاء الله نهاركم ما في مشاكل أو بأقل المشاكل، كمان إحنا بنتمنى لك يومك يكون حلو وشكرا لحضورك. شكرا لكم وأهلا وسهلا، شكرا لحضورك معنا، نشكر مشاهدينا، نهار كثير حلو لإلك. أهلا وسهلا، إحنا أكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وخلونا ننتقل لزميلتنا نور إبراهيم يكون بموجز لأهم الأخبار لليوم. يسعد صباحك يا نور. صباح الخير إليك رشا، وصباح الخير أكيد لليلى، وصباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية. موجز لأهم الأنباء إنما بعد الفاصل. استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف اليوم نقاطا عدة جنوب دمشق، وأفاد مصدر عسكري بأنه حوالي الساعة الواحدة من ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق. وأضاف المصدر إن العدوان أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين إضافة إلى بعض الخسائر المادية. داهمت الجهات المختصة في تدمر بريف حمص الشرقي عددا من مقار وأوكار الإرهابيين في البادية السورية كانوا يستخدمونها منطلقا لاعتداءاتهم الإرهابية على المناطق الأمنة. وكشف مصدر أمني أنه بعد عمليات متابعة ورصد لتحركات المجموعات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي، تمت مداهمة عدد من مقار بعض متزعمي الإرهابيين وأوكار لهم كانت تستخدم كمستودعات أسلحة وذخائر ومنطلقا لعملياتهم الإرهابية ضد نقاط الجيش والمناطق الآمنة، مضيفا أنه تم العثور في تلك المقار على مجموعات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها قواذف مضادة للدروع وقذائف هاون وقذائف RPG ورشاشات متوسطة وعدد من البنادق الآلية، إضافة إلى أجهزة اتصال ومناظير ليلية ونهارية. ناقش مجلس الحرب الصهيوني تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المقترحة بعد محادثات جرت في باريس، وفي حين أكدت المقاومة أن أي اتفاق مرهون بوقف الحرب على غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماع مجلس الحرب عقد بعد عودة رئيس الموساد الإسرائيلي من اجتماع باريس الذي شاركت فيه إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، وأضافت أن مجلس الحرب الآن بانتظار الرد الرسمي للمقاومة على الصفقة المقترحة. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بعرقلة المسلمين
المساعي الرامية لإبرام اتفاق يقضي للإفراج عن أكثر من 130 أسير إسرائيلي مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أجل المحافظة على منصبه. وفي واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه ناقش مع الوسطاء الجهود المستمرة للتوصل إلى هدنة موسعة. قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إن المجاعة أصبحت أمرا لا مفر منه في غزة بعدما أوقفت بعض الدول الغربية تمويل وكالة الأونروا. وأوضح فخري أن وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك أكثر من 2 مليون فلسطيني تحت وطأة الجوع. يشار إلى أن الدول التي علقت التمويل للوكالة هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا إيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا، وقد انضمت إليهم اليوم نيوزيلندا. وذلك في أعقاب مزاعم إسرائيلية اتهمت موظفين في الوكالة بمساعدة المقاومة. وقال مفوضها العام فيليب لازاريني إن الوكالة قررت فتح تحقيق إثبات الحقيقة من دون تأخير من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، مكررا بأن وقف التمويل للوكالة يهدد العمل الإنساني في المنطقة. ختام الموجز وعودة إلى زملائنا باستوديو صباح نغير رشا وليلى. شكرا لك يا نور، وبقيت نهار حلو لك أكيد. نحن مكملين بباقي الفقرات الصباحية وحنروح هيك لمساحة خاصة بالجرافيك والديزاينات. اليوم هيك ضيفتنا مميزة قدرت تخلق لحالها مساحة بعالم الجرافيك وتشكل فرص ما إلى حدود من الإبداع أكيد لحتى ترسم هذا المستقبل. اليوم بنقول جرافيك وديزاين، عم نحكي عن إبداع، عم نحكي عن حدا عنده مزاج بهاي القصة. في ناس كتير دخلت حبت تتعلم وفشلت أكيد. تماما، اليوم رح نحكي أكثر بمحطتنا عن عالم الجرافيك مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو جيهان الحجي، دكتورة في كلية الفنون الجميلة، اليوم رح تخبرنا عن موهبتها وأيضا عن معرضها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. صباح دكتورة الخير. جيهان صباح الخير، كيفك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نروح فورا للمعرض اللي اشتغلت عليه بالجرافيك، نحكي عنه أكثر. والله هو تقريبا المعرض من شهرين، نهاية شهر 10 أقيم المعرض بالمركز الوطني للفنون البصرية بإدارة الدكتور غياث الأخرس. نعم. وطبعا يعني المعرض كان اختصاص جرافيك بحت، يعني أعمالي ضمن اختصاصي كانت. ممكن أنا أحكي أنه عن التجربة اللي هلأ أنا قدمتها كان فيها خصوصية من ناحية الطرح، من ناحية التقانة، من ناحية الأسلوبية، العوالم، الكاريزما الخاصة فيه كان في خصوصية. يعني أنا وقت كنت طالبة مثلا ممكن أقدم تجارب حلوة فيها محض باكتشاف التقانات والتكنيك، بعدين كبر حلمي كبر حلمي. الآن أنا أصبحت فنانة محاسبة أمام جمهوري بتقديم ذاتي المبدعة بطريقة يعني أحترم ذاتي عليها قبل ما الآخر يحترمني عليها. صحيح. يعني هي نقطة جدا مهمة. فأنا هون حاولت أقدم تجربة تكون فيها خصوصيتي وأسلوبيتي. يعني بالعالم كلياته في لغة كل شخص بده تتعرفي عليه من خلال هويته. طب إذا لحنا بعالم الفن، إذا بدنا نتعرف على هوية شخص معين فبدنا شو بدنا نقول؟ بدنا نقول شو هويته. الفنان تحكمه الهوية، البصمة، الكاريزما. تماما. فأنا هون قدمت عالمي الخاص، يعني هون بدأت جيهان تقدم عالمها الخاص بفن الجرافيك بخصوصية متفردة. أهم شيء أنه يعني أنا لو ما وجدت أنه في خصوصية لم أخطو خطوة أن أقيم معرض. تمام. خلينا اليوم نحكي عن عوالمك الفنية أكثر، عن أسلوبك بالتصميم.
هلا انا ممكن احكي لك بموجز مختصر كيف بلشت. فضل. يعني دائما اي فنان او اي مبدع بالحياه او اي انسان ناجح لازم تكون له خطوات حقيقيه صادقه مع الذات ببناء ذاته. يعني ما بقدر انا هلا اقول لك مثلا انا فنانه تجريديه، طب انت بتطلعي شو هو تاريخك؟ ما في تاريخ، ما في ارض صلبه انا واقفه عليها. فانا بدات بالواقعيه، انتقلت الى تبسيط الاشكال والاشياء، ثم انتقلت الى مفاهيم اخرى بدمج التكنيك مع عوالمي الخاصه فيها، ثم انتقلت الى شيء مثلا من التكعيبيه. بس دائما جيهان، خصوصيه جيهان شو هي موجودة. يعني شوفي، بداخل كل فنان طفل حقيقي. صحيح. اذا كان مبدع حقيقي، لاحظي على الساحه يوجد الكثير، ولازم ليس بالضروره ان جميع من عرض ومن وضع ومن تكلم انه هو فنان حقيقي. هذا الطفل الحقيقي بداخل الفنان الحقيقي يجب ان يكبر يوم بعد يوم. صحيح. يكتشف الطفل، دائما بيمشي وبيكتشف بيتعرف. فانا في بداياتي اتعرف اكتشف اجد ثم ابدا بنسج عوالمي. صح. فانا ارسم كالطفل، كثير متاثره بفن بوليكلي وبنظرياته، ولكن هو ما بيرسم مثل ما الطفل بيرسم، لا، هو بيرسم بعقليه الطفل، باليه الطفل. سالتيني مين جيهان؟ جيهان بداخله طفل صغير، طفله صغيره بتحاول تكبر حلمها بعالمها الخاص. يعني انا بشوف عناصري وموادي بعيني التي لا يراها احد اخر، برؤيتي الخاصه، بتوليفه جرافيكيه خاصه. طيب. ضمن خصوصيه كمان متفرده لازم تكون بالتقانه. التقانه مو بس اني اعرف كيف ادمج بيناتها، يعني هي عملتها بالماجستير بالدكتوراه اثناء دراستي الاكاديميه. الان انا الى عوالم، يعني وقت بدي اقول لك انا ادب او قصيده شعريه، انت بدك تسمعي شعر حقيقي. صح. بده يوصلني. بده يوصلك، اذا ما وصلك ما اهميتها. صحيح. عرفتي يعني شلون؟ اما عمليه دمج التقانات والتكنيك والكشف والمعرفه الماده وتعايشي مع هذا، يجب ان يكون قبل ما اقوم بتجربه اقول فيها هذا عالمي الخاص الذي سوف انطلق منه الى عوالم اخرى. حلم يكبر يوم بعد يوم الى ان يصبح حقيقي. قديه متعلقه بهذا المشروع الجميل؟ والله شوفي، متعلقه كثير، هو بيمثلني، هو ذاتي. طيب. واهم شيء بالفنان المصداقيه. وقت يعني انت بتلمسي. صحيح. بتلمسي هذا الشيء، نعم. وقت اللي بشوف تصميم لك اكيد انا بقدر يوصلني، مثل ما انا حتى لو انا ما عندي كثير خبره بديزاين الجرافيك او حتى بالرسم التشكيلي، احيانا نوقف قدام صوره ما انت ما بتفهمي هدول الاشارات بس وصلت. والجرافيك نفس الشيء. اليوم دكتوره حضرتك على شو بتعتمدي بتصاميمك او على شو بتركزي اكثر؟ بلوحتي شي. بلوحتي التشكيليه بعتمد. في اشياء كثيره بيعتمد عليها الفنان بفضاء لوحته، بفراغ لوحته. هي المادة اللي بده يستخدمها، هي آلية تفكيره، عرفتي علي شلون؟ الصورة اللي هو بانيها بذاته ومهاراته والتجربة اللي عنده إياها، أنا هون بمعرضي انطلقت بمصداقية حقيقية وبكل بساطة. يعني أنا كأنثى، كامرأة، وخاصة بالظروف اللي مرينا فيها بنعاني كثير، فأهم شيء بدي أكون أنا صادقة مع نفسي. كثير بحب الطبيعة لأني أنا جزء من الطبيعة. يعني أنا من بداياتي دائما أرسم عن الطبيعة لأني أنا جزء لا أتجزأ من الطبيعة، بمشي وأتأمل. فإذا بدك تقولي شو اللي بيميز هذا الفنان، قبل ما تشوفي لوحته اعملي حوار معه. شوفي حواره سطحي، مبني على عمق، مبني على فكر خلاق. عرفتي علي كيف؟ لازم يكون عنده حالة وجدانية صادقة.
فبكل بساطة انطلقت من الطبيعة ورسمت بدي أسألك هذا السؤال بسيطة. كثير من الفنانين بيلجأوا للطبيعة لحتى ياخذوا منها مفرداتهم، حضرتك من هدول الأشخاص، تحكي لنا أكثر عن هي الحالة وليش يعني بالضرورة أنه اللجوء للطبيعة اليوم؟ اللجوء إلى الطبيعة إذا بس لبين لك ليش، إذا بدنا نعرف الإبداع الفني، الإبداع الفني، الإبداع الفني هو ينشأ من أنك أنت تتأملي شيء وتكسبي منه مهارات. الكون كله كسب مهاراته من الطبيعة الأم، هي من أول الأشياء. فنانين بالعالم كلياته إن كانت طبيعة يعني طبيعة حقيقية ولا طبيعة صامتة ولا طبيعة خلق الفنان، ولكن بالنهاية هو بلش من الطبيعة لأنه هو جزء من الطبيعة. عرفتي عليكي؟ مفرداتي ببساطة باخذها من الطبيعة، أشياء بحبها، يعني رسمت عن الصبار، رسمت عن الجبل، رسمت عن الشجرة، باخذ كل مفردة وبحاول شوفها، اتأملها صباحا بالليل، اتأمل نموها، اتأمل صفاتها، ميزاتها، خصائصها، افهمها تفهمني، إذا حبيتها ولقيت تلاقي ممكن إني ارسمها. عرفتي علي شو؟ بيجي عالم الجرافيك وتقنياته بيضيف لإلي يبين لي جوهر جيهان مع علاقة هذه المادة. أنا ما بقى يهمني برسم صبارة، برسم شجرة، برسم جبل، برسم عالم، أنا بالنهاية أحول مفرداتي إلى خصوصية جيهان بالطرح. دكتورة، حضرتك دكتورة بكلية الفنون وأكيد في علاقة أكيد جميلة، نحن عم نحكي عن فن، نحن ما عم نحكي عن مواد جامدة، أكيد في علاقة كتير جميلة بينك وبين طلابك، في حالة إبداعية. اليوم هيك إذا كمرتك وطلابك عم يسمعوكي، شو أهم النصائح اللي بتحبي تقدمي لهم إياها أو التوصيات؟ الصدق والمحبة. يعني هلأ أي طريق بدك تبلشي فيه وتكوني ناجحة فيه بده يكون في عندك محبة لهذا الفرع أو هذا الاختصاص، هي أهم نقطة. إذا ما في محبة ما بتدري إنك تصبري وإنك تكملي، هاي نقطة. المحبة بتعطيكي التضحية، بتعطيكي عطاء متواصل، بتعطيكي صبر على ذاتك، بتعطيكي تقومي بعد 100 فشل. عرفتي علي كيف؟ والصدق، يكون صادق مع ذاته، يعني يبني خطواته بطريقة صادقة، ما يحاول يغش نفسه لصناعة نفسه، هاي أهم النقاط. تمام دكتورة، يعني من وجهة نظرك اليوم الشخص الموهبة كافية عنده لحتى يكون هو قادر على ويوصل للاحتراف بالتصميم أم بحاجة لدراسة بالإضافة للموهبة؟ هلأ شوفي، لقلك شغلة، ممكن أنه الإبداع إذا كان في محبة وصدق يوصل إلى فنان حقيقي. دليل ذلك يعني فنان العصر البدائي، هل هو كان يعني ناشئ عن دراسة؟ موهبة، إبداع، فطرة. الموهبة والفطرة صحيح. هلأ إحنا كلياتنا بنلجأ إلى البدائية والفطرية والفطرة بحياتنا، لنرجأ يعني بكاس سؤال تماما. بعد 70 عاما من الرسم أتعلم الرسم من أحفادي. ليش؟ لأنه بده يرجع لفطرته. نعم. بداخل كل إنسان الفطرة الحقيقية كتير بتعلم، بس بده يرجع لها. يرجع لها، يقدر انه يستخلص نفسه. عرفتي عليكي؟ فاذا قدر الفنان يدخل الى اعماقه بصدق ويستكشف ذاته، يعني انا لحد هلا ممكن احنا نكون كل انسان ما فاهم عن حاله لهلا، ما عرفان شو هو نفسه. عرفتي عليكي؟ يتصالح مع الذات، يدخل الى داخل اعماقه، يفهم نفسه، يفهم مفرداته، ويقدر يعيش هالحاله ويوظفها بلوحته. تمام. شوفي، لازم وقت تحاوري فنان حقيقي تلمسي انه هو فنان، ولازم وقت تشوفي لوحة فنية تلمسي فيها صدق، عمق، مصداقية، خصوصية. خصوصية، انا كتير بأكد على الخصوصية. اي فنان عنده يعني تجربة تجربة تكنيكية، جرافيكية، عنده تجارب عديدة فنية، إن لم يكن هناك ملكة الإبداعية ما بصير فنان حقيقي. لكن الدراسة لحالها ما بتكفي. الدراسة لحالها ما بتكفي. شوفي، بعض المفكرين والفلاسفة بيقولوا إنه 1% من الإبداع، 99% من المية تجربة.
يعني تصنع فنان حقيقي، ولكن الواحد بالمئة الإبداع، ملكة الإبداع، موهبة الإبداع إن لم تكن موجودة فأنت ليس بفنان حقيقي. شلون تميزيها؟ يعني لازم يكون عنده صدق بالعمل الفني، إخلاص، محبة، تجربة، دراسة، وملكة إبداع. إذا ما كانت موجودة ما بتشعري إنه فنان حقيقي. هذا اللي بيعطيكي استمرارية الفنان على مدى السنين. يعني أحيانا بتلاقي تجارب كتيرة ومشاريع كتيرة ومعارض كتيرة وأسماء أسماء، ولكن يعني شلون بدي أقول لك، أنا ذاتي لم أتطور، لم آتي بشيء جديد، لم عرفتي عليكي دكتورة كلامك حقيقي. يعني كلامك كثير لامس، حتى يعني خلينا نقول شباب المصورين، حدا من المصورين يعني انت عم تحكي هو رسام هاي. سألني احد استفزتي اليوم، استفزتي الحاله الابداعيه عنده، يمكن تكوني ما بعرف، خلينا ناخذها لو سمحتوا. اليوم كيف بتشوفي بشرفني اليوم كيف بتشوفي الوضع مستقبل الجرافيك في سوريا؟ يعني هلا من وحي الحديث، يعني حب ابو ايمن يشاركنا هي الصوره. يعني والله في فنانين شباب واعدين، يعني في 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 نهضه ان شاء الله. يعني انا مستبشره كثير بهذا الشيء يعني. ان شاء الله يا رب. هيك دائما طلابنا نحن بنتمنى لهم التوفيق بالكليه. اكيد دكتوره، خلينا نحكي شوي عن مستقبل التصميم بالجرافيك، هيك لمحه سريعه. يعني والله شوفي، هذا المستقبل بيحدده الفكر الخلاق لا مبدعينا. عرفتي علي كيف؟ التجارب والفكر الخلاق. يعني إذا ما كان في فكر خلاق نلجأ إليه. بدي أقول أنا هون شغلة بمجال فن الجرافيك، يعني فن الحفر والطباعة. في هناك فن حفر، فن طباعة، العمل المطبوع، فن الجرافيك. فن الجرافيك هو شامل لجميع هذه يعني الفنون، هو أبو الفنون. صحيح. أبو الفنون الذي وجد في الخليقة منذ بداية الخليقة، منه بقى جميع العوالم والفروع يعني التي انتشرت في العالم. بس في نقطة أنه لا يغوص فيها الفنان، أنه يعني ليكي الجرافيكي لازم يكون يعرف سمات وخصائص الجرافيك، ياخذها ينهل منها ويقدر يوظفها بخصائص وسماته هو كفنان. اما مو يجعل التكنيك هدف، هو وسيله وليست هدف. واليوم عم نشوفه هو مشروع لدى الناس. يعني اليوم حكينا بالحاله الابداعيه والجانب الابداعي والفني، ولكن هو اليوم مشروع عم بيعيش منه الفرد، وعنده مجموعه من الشباب والصبايا عم يشتغلوا بهذا المجال. يعني كمان قد ايه مهم هي الناحيه كمان؟ طبعا كثير هي مهمه، لانه بتمارسي شيء بتحبيه، وبتمارسي شيء بيثقل لك ذاتك وبيثقل شخصيتك ومردود مادي. يعني هلا انا بشتغل بالمركز الوطني مع الدكتور غياث الاخرس، وبنعمل ورشات عمل بالاضافه للشيء اللي بنعمله فوق بالكليه. حقيقه متعه العمل بتكون كثير كبيره وقت بتشوفي هالشغف بالطلاب ومحبة العمل، وكل فترة انه في معارض على يعني نطاق واسع، فبيدخل التكنيك الجرافيكي مع التصويري مع الاكروليك مع المائي، مع عرفتي علي كيف؟ فبيكون في انفتاح بالعالم بعالم الفنون لحتى انسج لوحة واحدة. يعني ما عاد تحدني انا والله انا جرافيكية بس راح اشتغل جرافيك. يعني انا بمعرضي قدمت تكنيك عن الشاشة الحريرية، بس أنا ليش اخترته؟ ما في شيء يأتي عن يعني عدم تفكير. يعني العالم الكون اللي بيقول لك أنا لوحتي تجريدية وهي منبعثة عن انفعال وتلقائية وإحساس. الكون يا سيدتي خلق منظم، صباح مساء ليل نهار، فاللوحة لازم يكون فيها بناء وتنظيم، ولو فيها بعض الأشياء المبعثرة التي يكون الفنان قاصد وجودها. أكيد اليوم ما في شيء عن عبث بضمن تماماً. الفن هذا هون يعني الزعبرة بالفن ليست بفن. أكيد دكتورة أسعدنا يعني اليوم بحضورك معنا، ودائما نتمنى لك التوفيق بهذا المجال إليك ولجيل الشباب كله. شكرا لحضورك. الله يخليك. شكرا دكتورة، تحياتنا لكل طلابك من خلالك لليوم. هيك فخورين أكيد اليوم طلابك. شكرا لكم، شكرا لكم، فتحتوا لي المجال يعني أحكي عنه. أهلا وسهلا دكتورة، اختصاصي.
وإذا سمحتوا لي أني أقدم شكر خاص لفناني ومعلمي وصانعي الأول الدكتور غياس الأخرس، بوجه له تحية إجلال واحترام كبير. شكرا لك دكتورة. إحنا أكيد مكملين بباقي فقراتنا، خلونا نروح لفاصل وراجعين. ضمن محطتنا التالية رح ننتقل للشام القديمة وتحديدا من خان أسعد باشا العظم يلي عم يشهد هالأيام معرض لحرفة نفخ الزجاج التقليدي احتفالا بإدراجة على قائمة الصون العاجل للتراث الإنساني في منظمة اليونسكو. يا رشا، أكيد المعرض نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، وتضمن عرض فيلم تعريفي عن عنصر الزجاج المنفوخ التقليدي وتكريم الحرفيين أحمد محمود حلاق ومحمد محمود حلاق. ولنحكي أكثر عن هذا الحديث بشكل موسع عن هذا الموضوع، أكيد ضيفنا لليوم هو الحرفي نعيم حلاق، لنحكي عن نفخ الزجاج التقليدي وإدراجه على قائمة الصون العاجل للتراث الإنساني في منظمة اليونسكو. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك ويعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن إدراج الزجاج التقليدي، نفخ الزجاج التقليدي على قائمة الصون العاجل للتراث الإنساني في منظمة اليونسكو، كيف تم التحضير اليوم له؟ هلأ نحن أول شيء بعد جهد جهيد من الأمانة السورية صراحة وزارة الثقافة، وبحب أتشكر الأمانة السورية لأنه فعلا كثير تعبوا بهذا الموضوع، صاروا يجوا يشتغلوا عنا ويصوروا عنا ولجهزوا الملف الكامل وقدموه لليونسكو وتم إدراجها بسنة بأخر آخر 2023 كحرفة تراثية بتخص، ما بتخصنا كأشخاص، نحن بتخص البلد كله وندرجة تحت اسم سوريا كحرفة يدوية قديمة. طيب اليوم حضرتك والدك كان أحد، محمد سيد محمد هو والدك وعمك السيد محمود، يعني هنون اللي تم تكريمهم كحرفيين. اليوم حضرتك أيضا حرفي وإلك مشوارك بهذا المجال، اليوم بالنظرة الحرفية قدمهم هذا الإدراج اليوم؟ هلأ نحن ما بنعرف كيف حتكون الآلية بعد الإدراج، نحن كان الدعم معنوي فقط حاليا يعني بس نحن في صعوبات تانية عم تواجهنا بهي المهنة حتى نقدر نستمر فيها ونكمل ونورثها لأجيال تانية، مو من العيلة بس، لا
اجيال انه تعلموا اليوم انتم شو خكار بالنهايه وبحاجه انكم هي المهنه تورثوها من جيل لاخر كرمال انه ما تموت بالنهايه يعني. تماما. هلا انا بالنسبه لوالدي مثلا ما كان يخليني انزل على المعمل اشتغل غير بفتره الصيف، انه لازم تروح تدرس وبالصيف تزيد تشتغل بالمعمل، لازم تبلش فيها من الصغر. كبرت ودخلت على الجامعه وتخرجت من الجامعه، بعدين قال لي تعال بلش اشتغل بهالمصلحه، يعني عندك اساس هلا فيك تتعلم. في عنا صبايا بالمعمل عم يتعلموا النفخ، هي ما صايره من قبل، انه صبايا بنات يشتغلوا بنفخ الزجاج اليدوي ممكن يصيروا شيوخ تكار فيما بعد. تماما. بس حاليا الصعوبات اللي عم نواجهها انه تكاليف عاليه، البيع قليل، فما فينا نضل شغالين الفرن على طول لحتى نقدر نعلم. بس هي خطره هلا هي خطره للي ما بيعرف، بس وقت واحد يقعد يتفرج ويتعلم شوي شوي فهي ما فيها خطر. بس هي صعوبتها انه الواحد بده فتره طويله ليقدر يتعلمها، يعني ما فيني انا اجيب واحد بشهر زمان علمه. طيب اعطينا مثال استاذ نعيم، اعطينا مثال على اي قطعه، يعني كيف اليه عملها هاي القطعه؟ يعني هلا نحن بنجيب اول شيء الازاز المكسر بنحطه بالفرن بندوبه ليصير عجين. بعد منه بنجيب قضيب حديد مفرغ من داخله، نسحب فيه العجين الازاز ونبلش ننفخه ونشكله. هاي الآلية ما فيها خطر على الإيدين طبعا، لأنه نحن البوري الحديد حيكون بارد. بس هي صعوبتها بنفخ الزجاج، يعني وقت يكون عجين الإزاز ودايب في طريقة معينة للنفخ، ما بيقدر واحد بس ينفخ، فهي بتطلع كبيرة من جنب صغيرة من جنب غير متناسقة. هاي الحرفية بهذا الموضوع بطريقة النفخ. تمام. حضرتك مثل ما عرفنا انه ورثت هالمهنه عن والدك يعني، ويمكن هذا الشيء ما اثر على دراستك بمرحله من المراحل، انتم كيف اليوم ساعدتوا لنشر هي المهنه والحرفه والحفاظ عليها؟ هلا بقول لك انا والدي ما كان يخليني انزل على المعمل لحد ما تخرجت من الجامعه، كنت بس فتره الصيف اللي يقدر انزل فيها على المعمل. يعني انا كحرفه كثير انت حبيتها لهي انا كثير بحبها كنت، بس ما كان يخلينا نقرب نروح دروس، خليك متابع الدراسة. لحديت ما تخرجت من الجامعة وتوظفت برا، اشتغلت كدراستي أنا محاسب بشتغل بمعمل بمهنتي، وصرت انزل لعنده اتعلم. بعدين لقيت انه هاي المهنة أنا بالنسبة إلي هي الأهم، هي شيء لإلي ولأولادي بعدي. يعني أنا حتى عندي ابني عمره 4 سنين هلأ بنزله على المعمل وبنفخه. لا عم نفخه مو بدي أسألك اليوم رح تكرر نفس التجربة اللي طبعا أكيد. يعني أنا ابني هلأ 4 سنين وعم ينفخ من عمر مبكر. بتحسس سيد نعيم انه اليوم التعليم عن صغار هو افضل من انه يكون عن كبار؟ يعني اكيد يعني نحن بنعرف انه الطفل ممكن يمتص هي المهنه ويصير يعني بعمر كثير صغير شيخكار. ايه طبعا هذا شيء اكيد. يعني انا ابني هلا صار هو بيحب اللي بابا خدني على المعمل بدي ينفخ ازاز. يعني انا ابني لسه حكي مو كثير راكد بدي ينفخ طابه بالازاز، فبيقولوا التعليم بالصغار كانك شعر حلو. صحيح. رغم انه يمكن مثل ما حكينا فيها صعوبات هي المهنه، وحضرتك عم تقول انه لازم انه تعلمها حتى لابنك، وهي المهنه يمكن من الاف السنين ومستمره، انتم عم تسعوا لتحافظوا عليها، تحكي لنا عن البدايات. يعني ذكرت حضرتك انه والدك خلاك تشتغل، وانت كيف بلشت وحبيت هي المهنه؟ في اشخاص يمكن اهاليهم يجبرون انه يشتغلوا شيء هن ما هن حابينه، لكن انت لانك حبيت هذا الشيء فكرت انك تبدع فيه. تحكي شوي عن حالك او عن اول، خلينا نقول شغله انت هيك اشتغلتها بالبدايه اذا عندك. لا في هي القطعه انا جايبها معي. هاي هي 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 اول قطعه. اول قطعه؟ لا مو اول قطعه، هي من يعني من بدايات القطعه اللي انا اشتغلتها. اذا بتلاحظي هي ساده ما لها ايدين. عم نشوف كذا قطعه موجوده معنا على الطاوله، حتى كانت عم تمرق معنا شويه صور من عملكم يعني. تمام. بضل لها ذكرى خصوصيه ليلى اول قطعه اكيد ما. هلا الموضوع الطوق مثل ما لك شايفه هي القطعه ممكن ياكل شغل اصعب مثلا فيه طوق اكثر من الساده. ايه هلا هدول بالنسبه لي كانوا صعبين يعني كبدايه، فكبدايه كنت اشتغل قطعه ساده مثل هذيك اللي شايفه. الاخطاء اليوم تعدل ضمن النفخ يعني؟ اذا اليوم اذا بصير خطا بدي اكسرها وارجع ادوبها من اول وجديد. والله؟ ايه طبعا. يمكن اول مره يعني اي حدا عم يتدرب بده ياخذ اكثر من وقت اكثر يعني. اليوم شو حلمك سيد نعيم؟ هي اكثر انا بس لك اوضح لك هي النقطه، نحن القطعه ما بتنكسر فورا، نحن اول شيء بنشتغلها اذا فيها خطا هو عم يشتغل بيقدر يتداركه، هو عم يشتغل
بس متى ما انحطت مرحله الشوي نشفت اخذت تطلع بارده يا بتطلع مطعوجه يا بتطلع جالسه اذا جالسه خلص على البيع او ممكن نعدلها هيك بعد ما احيانا بتلاقي شغله عن جد فيها ميلان بس بتكون من قلب الموديل يعني تماما ممكن نستغل هي عليها موضوع الرسم نحن بنرسم على الازاز كمان طيب. استاذ نعيم كنت عم بسالك عن حلمك لبكره حلمي اني اعلم هالمصلحه لحدا ثاني مو شرط من العيله خليها متوارثه خليها شيء لنا للبلد انه تضل موجوده هي الحرفه مذكوره ب من التاريخ يعني نعم. رحالة ابن بطوطة ذاكر الزجاج اليدوي الدمشقي بمنطقة الشاغور بمنطقة الأزازين وبمنطقة باب شرقي اللي نحن متواجدين فيها حاليا بدي هاي المهنة تضل مكملة معنا لقدام ما توقف ما تنقرض بفترة من الفترات ما تنتهي تضل باسم سوريا قديش اليوم ليلى فخورين احنا بشغل كان السوري دائما هيك عندهم بصمه ووجود دولي تماما وعم يحافظوا على الحرف والمهن السوريه بشكل اكبر خلينا نحكي اكثر عن هذا الشغف اللي عندك عن هي الروح اللي بتحطها وبتطالعها بالقطعه الفنيه لحتى تطلع قطعه فعلا هيك مثل ما بيقولوا انه طالعه من قلبه بيعطي من روحه هو الفكرة وقت الواحد يقعد جنب الفرن أول مرة بيلاقيها في درجة حرارة عالية درجة حرارة عالية بالبداية بس لما يبلش يمسك الحديدة بإيده ويبلش يشتغل بيلاقي متعة بيصير ما عاد بده يقوم يعني أنا كنت تاخد ساعات طويلة من أنا وصغير حب أني أقعد مثلا فكنت أستنى عمي أو حدا أو أبي ليقوم من على الفرن لأقعد بهالفترة الفاضية أنا فهي مثلا كان قايم 10 دقائق هو يشرب مي يفتح الحمام كون قاعد 10 دقائق انا هو بتفرج علي من بعيد اني انا قاعد فبيتركني بلاقي حالي اخر شيء قعدت ساعه وانا مالي حاسس على حالي ولحد يت هلا بس اقعد بدي اشتغل او بدي اجرب اي موديل هلا نحن طبعا مو بس الموديلات اللي نحن عم نشتغلها القديمه مستمرين فيها نحن دائما بنحب نطلع موديل جديد شيء ما قادرين نعمله من قبل بتفرج من على النت موديلات اجنبيه كيف عم تنشغل حاول اقلدها بس لا يعني بيسرد الواحد ما بيقعد بينتبه لحاله حتى في الفرق بيننا وبين الدول الأوروبية بالشغل هلا بإيطاليا في كتير ناس بتشتغل بالإزاز اليدوي وحتى بمصر في كتير ناس بتشتغل بالإزاز اليدوي الفرق بين القطعة السورية والقطعة الأجنبية حنقول بغض النظر إن كانت عربية ولا أوروبية الفرق إنه نحن بنشتغل شخص لحاله بيقدر يشتغل القطعة كاملة لحاله هي على مراحل ممكن يكون مشاركه من كذا شخص قصدك عندهم برا بيشتغلوا نفس القطعه كذا شخص نحن مراحل. شخص واحد بيشتغلها لحاله لتطلع القطعه جاهزه طيب سيد نعيم خليني اسالك اليوم عن اهميه المشاركات اهميه المعارض اهميه البازارات قد ايه اليوم مهم التعريف بهي اللوحه الابداعيه خلينا نقول الزجاجيه قد ايه مهم اليوم المشاركات الخارجيه عرض منتجات سوريه ممكن انتم تشوفوا قطع برا تتاثروا فيها تعرفوا عن الثقافه السوريه بهي المهنه هلا عمي كثير طلع وشارك معارض منهم معارض بايران طلع شارك وشافوا شغلنا وحتى هن عملوا لنا زيارات لهون وشافوا شغلنا وهو شاف شغلهم ومثل ما عم اقول لك الفرق كان انه هن عم يشتغلوا كذا شخص ليطلعوا المنتج الواحد انا بحب شارك بالمعارض اللي هون وانا دائما متواجد على ارض الواقع بالمعارض اللي هون كيف بيكون تفاعل الناس؟ بحب انه العالم تشوف هي القطع في كثير عالم لهلا بسوريا ما بتعرف انه في هذا الشغل او ما بتعرف انه في حدا لسه عم يشتغل بهذا الشغل انا حتى رفقاتي يعني كانوا بالجامعه ما بيعرفوا بيقولوا لي هذا الشغل نحن بنشوفه على التلفزيون بنشوفه بالمسلسلات القديمه بس ما بنعرف انه في حدا لسه عم يشتغل او ما بنعرف كيف طريقه هذا الشغل فبيجوا بيحبوا يتفرجوا ونحن بابنا باب معملنا مفتوح لكل العالم تفوت تتفرج مو شرط حدا يجي يشتري يعني هو الجماليه بالحرف السوري انه رغم كل التطور وكل الحداثه ولكن اليوم بقي محافظ على الهويه السوريه بكل قطع يعني صح شفنا كثير ليلى انه دخلوا حداثه على القطع ولكن بقيت البصمه السوريه موجوده يعني ما صار كثير لعب بالموديلات او يعني ابتعدنا عن الثقافه السوريه لا لا نحن حتى الموديلات اللي حاولنا انه نجرب يعني موديلات جديده يعني تاريخ ايه تمام فعلا كانوا يستعملوا لزي صح كثير حلو فكان على كل طاوله سوريه برمضان لازم يكون هاد ابريق الزيت الصغير محطوط على الطاوله تمام نعيم من تجربتك الشخصيه قديش في فرق بين انه الشخص يفوت على مهنه او يشتغل بمهنه عن حب او في فرق انه يشتغل هيك لانه هو بده يشتغل كمان يمكن في عندكم اشخاص وحكيت انه في صبايا كمان عم يشتغلوا معكم ممكن يمرق حدا بس انه حابب يشتغل لانه هو بس جاي يشتغل وفي فرق بينه وبين اللي عن جد فايت يشتغل عن بهي المهنه عن حب
هلا بحكم ما عملنا نحن انه قديم، صار له اكثر من 60 سنه بموقعه، مرق عليه شغيله كثير. في منه مثل ما عم تقولي اللي حابب اللي جاي بس ليشتغل، فهو ما بيطول، ما بيتحمل الحراره، ما بيتحمل التعب تبع المهنه. بينما يعني على قد ما هي متعبه، على قد ما البنات مثلا هلا عم متحملين تعبها وحابينها لانه فايتين بحب هذا المجال. يعني هن مو فايتين بس لانه يشتغلوا، لا هن بيحبوا الحرف اليدويه وحابين يتعلموا هذا الشيء. بصير بيبدع الشخص هون. حتى في بنات عم تتعلم الرسم على الازاز هلا. حلو. شفنا حدا كثير من ضيوفنا رسموا على الازاز، كانت افكار جدا جميله، يمكن هيك بحاجه لدعم اكثر لحتى تنجو اكثر ويصير الابداع اكثر. سيد نعيم نشكر حضورك لليوم، تحياتنا لوالدك ولعمك ولكل الحرفيين السوريين شيوخ الكار بكل الاختصاصات، يعطيكم الف عافيه لكل شيء عم تشتغلوا عليه. شكرا سيد نعيم. شكرا لك. اكيد بدنا نتشكر حضورك معنا وان شاء الله هيك بالتوفيق والنجاح الدائم. شكرا لك. شكرا كثير لكم. اما ليلى نحن رح نروح لفاصل ونرجع لنكون بفقرتنا الاخيره ورح نحكي فيها عن موضوع العصر وهو موضوع السمنه، ولكن أهم بعد الفاصل. ما حلا حياة جبالنا بالحب عمرا أما هلا وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، مثل ما قلنا قبل ما نودع نعيم اللي كان معنا بالفقرة السابقة، إننا بنروح لموضوع العصر. قديش اليوم هذا الموضوع شائع البداني تماماً. ولكن هذا الموضوع أكيد له أسباب طبية، أكيد رح نحكي فيها ليلى. تماما يا رشا، يمكن كثير من الأشخاص بيعانوا من البدانة، يمكن بتكون أحيانا الأكل الزايد أو في أشخاص معهم من الصغر ما بيقدروا يتخلصوا منها، لكن أحيانا بتكون فعلا هي صحيح. أمراض في عندهم أمراض معينة ممكن هي بتأدي للبدانة، وفي أشخاص هنون السمنة معهم ما فيها أي مشكلة، لكن أحيانا السمنة الزايدة لو ما كان في مرض ممكن تأدي لأمراض معينة. رح نحكي اليوم أكثر عن هذا الموضوع وأسبابه وأيضا طرق الوقاية يمكن منه، وأيضا كيف فينا نتدارك نحن هذا الموضوع، وكمان الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا لأمراض بسبب البدانة كيف الحلول والعلاج، مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي استشاري الجراحة العامة والصدرية والتنظيري. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير حكيم، اشتقنا لك. كيفك؟ يسلمك. طيب دكتور، اليوم عم نحكي عن موضوع حكينا فيه بكذا حلقه، ولكن طالما نحن عم نحكي عن موضوع علمي طبي فنحن اليوم كل يوم عندنا ابحاث جديده دراسات جديده عن هذا الموضوع. خبرنا اليوم دكتور يعني بالبدانه بشكل عام. بشكل عام البدانه مثل ما قلنا يعني حكينا اكثر من مره، بس بدي احكي البدانه هي كل زياده فوق ال 10% من وزن المثالي للجسم. الوزن المثالي للجسم بشكل بسيط بنحسب الطول منقص منه 100، هذا الوزن المثالي تقريبا زائد 2% ناقص 2%، يعني نفرض مثلا شخص طوله 170 سنتي 2 منه 100 شلون، فالمثالي تبعته هو 70 تمام، كليين زياده كليين ناقصين يعني بين 72 و 68. كل زياده فوق ال 10% بلشنا بدانه عرفتهم، طبعا البدانه بتصنف بدانه شديده عرفتهم، بدانه شديده جدا كيف تصنيف ثاني عرفتهم. في عنا تصنيف مشاكل الجسم كمان حتى نحدد انه اكثر هو الطول على مربع الوزن. هلا كفكره اساسيه البدانه نحن هلا بنحكي بامريكا من 10 سنين صنفوها جائحه، جائحه شلون كنا بنحكي الكورونا نفس القصه، جائحه بتصيب اكثر من 20% من الناس. طبيعه الاكل طبيعه الحياه الحاليه بتاهب كثير البدانه، نحن البدانه بشكل وراثي عاده 5% من حالاتي بتكون وراثيه،
ما تبقى هي عادات مكتسبه، عادات خاطئه. الوجبات السريعه، قله الحركه، عرفت علي كيف، المشروبات الغازيه، المشروبات العصائر كذا كلها، نمط الحياه السهل حاليا كلها بيأهب للبدانه. تمام الحديث. هلا البدانه ليش جائحه وليش بنحكي فيها؟ انه لازم نعالج، مو بس شغله وزن او منظر او شكل. بعدين لا بترافق مع نمط السكري والنمط الثاني، متلازمه الاستقلابيه عند النساء، ممكن عندك شعرانيه بيصير، ارتفاع ضغط الدم. تمام. الكوليسترول السيء بيكون زايد كثير، فهذا بيؤهل الامراض القلبيه والرئيه مستقبلا، حتى الامراض النشبات الدماغيه. البدانه تترافق مع انواع كثير من السرطان، تفوق ال 50 نوع من السرطان. وكثير لقوا انه يعني مجرد ما انت الوزن كان مثالي او انضبط الوزن، كثير شغلات من المشاكل هي، سواء الضغط، سواء السكر النمط الثاني، سواء التاهب الاصطناعي، كلها حتراجع. فلذلك موضوع كثير مهم، وابحاث كثير عم تصير بالعالم. نعم. سواء جراحيه، سواء استقلابيه، اطباء غدد، لحتى يلاقوا حل مناسب لهالمشكله. تمام. دكتور، عم تذكر الامراض اللي ممكن تسببها البدانه، لكن هل اليوم في فعلا امراض هي ممكن تسبب البدانه؟ ممكن نوع من امراض البدانه؟ وراثيا في ناس شلون بيكون عندهم منك في خلل بين استقلاب الشحوم، عرفت علي كيف؟ فهذا ممكن يكون عندهم وراثي. عندنا قصور الدرق كثير مؤهب جدا لنصيب بدانه. السكري النمط الثاني والبدانه مترابطين، يعني البدانه بتاهب للسكري والسكري بتأدي البدانه. هذا صار مفهوم حاليا شيء اسمه جراحه استقلابيه لمعالجه داء السكري النمط الثاني او معالجه ضغط الدم. حتى لو كان المريض ما كثير بدين، فهن اكثر اشياء مرضين بتاهبوا للبدانه شلون؟ هن قصور نشاط الدرق، تمام، الامراض الغديه الثانيه والداء السكري. طيب دكتور، البدانه مثل ما بنعرف نحن إلى اثار جدا سلبيه، ان كان على الانجاب، ان كان على الجسم، ان كان على الحاله النفسيه بالمجتمع بين الناس. خلينا نروح للناحيه الطبيه وركز عليها اكثر اليوم. شو هي اكثر الامراض اللي ممكن يسببها البدانه؟ حكينا بشكل، بس نحن الشيء الثابت اكيد ترافق البدانه مع السرطانات، وخاصه سرطان الثدي، تمام، سرطان الكولون كثير مؤهب له، البدانه كثير بتاهب له. هي نقطه. داء السكري كثير مؤهب، البدانه بتاهب له، يعني هن مربوطين ببعض. داء السكري بنحكي النمط الثاني، تمام. هلا متلازم استقلابيه تشمل اكثر من شغله. بس عندك نوع، احنا عقم عند السيدات، شعرانيه، ظهور شعر غير مناسبه، توزع الشحم بشكل نمط، الكوليسترول السيء بيكون كثير عالي، والكوليسترول الجيد اللي هو الفيري هيفي مستوى منخفض، فهذا كان بيكون منخفض يعني. فهذا بيأهب لمشاكل وعائيه مثل لا قدر الله الجلطات القلبيه، النشبات الدماغيه، فكثير مترابطه بكثير شغلات يعني. احنا حاطينها على الصفحه رسم تبسيطي يعني، عرفت مشاكل كذا، بس هي حقيقه عملك يعني طيف كبير من الامراض، عرفت كلها متوافقه مع البدانه. تمام. دكتور، خلينا نروح نحكي شوي عن التدابير العلاجيه، وهل اليوم فعلا في علاج نفسي لهي القصه؟ لانه في اشخاص بيتعرضوا للبدانه يمكن سبب مشكلات نفسيه، بيصيروا بياكلوا اكثر وقت اللي ردت فعل يعني. لا، هي ممكن ردت فعل، بس احنا هلا حاليا باوروبا، بامريكا، بحسب تصنيفات الجمعيه الامريكيه للبدانه، الإفسو شلون، هذا الاتحاد العالمي للبدانه، مريض بدانه بيتقارب من عده اختصاصات، ما بصير يتقارب من قبل طبيب لحاله، جراح او غدد. الفرق لازم يضم اخصائي غدد صم، اخصائي هضميه، اخصائي جراحه عامه، اخصائي نفسي، نعم، اخصائي علاج سلوكي، تمام. نعم. الحديث. هذول كلياتهم يعني بيدرسوا الحاله وبيقرروا حسب التصنيف انه كيف بدها تتدبر، يعني سواء علاجيا او تتدبر بشكل جراحي. متابعه المرضى كمان عم تتابع من قبل الفريق، نفس الفريق متعدد الاختصاصات، مو من قبل شخص واحد، اكثر من شخص لازم يتابع المريض. كثير لقوا انه نحن انه المفروض المريض يعني السلوكيات تبعته منه كذا لازم تتغير، فذلك اخصائي العلاج السلوكي لازم يكون موجود. كمان نفسيا كمان بده دعم نفسي. في مرضى كثير يعني بصير تنمر عليهم، بصير انه هيك، فبدك دعم نفسي لهم، بدك علاج نفسي بشكل جيد. حاليا في كثير استشارات بتنطلب للمريض مثلا قبل الدخول بعلاج بدني سواء دوائي او جراحي، لكن الملزم لكل المرضى حاليا بقى انه لازم يكون في استشاره نفسيه قبل وبعد، متابعه نفسيه. العلاجات تتراوح شلون، من انه تدابير بسيطه مثلا كنا بنقول الماده مثلا حميه، رجيم،
الثمانية الرياضية لقوا انه معظم الناس ممكن تستفيد، لكن بعد سنة معظمهم يرجعوا يكسبوا وزن مرة ثانية. فصار انه الحكي حاليا علاج جراحي هو الأمثل. مع حكيم مع العلاج الجراحي؟ لا انا جقح شو بدكم هاي، بس لا دراسات كذا هو انه العلاج الجراحي هو الأمثل. حاليا دخل من جديد شلون مقلدات الجي ال بي 1 جي ال بي 6، هل نحكي هذول عبارة بنسمع اسمهم الفيكتوزا المونوجارو، يعني هنا اكثر من شيء عم تعطي وعد انه احنا ممكن انه ننزل حوالي 20-25% من الوزن خلال سنتين. مشكلة تكلفتها غالية، تمام. الفكرة الثانية يعني دراسات على المدى الطويل انه ممكن تأهب لشغلات ثانية، سرطانات او كذا قدر لسه ما كثير، يعني ما عندنا خبرة فيه أكثر من، لكن وعدي بجوز ممكن بعد سنة سنتين نقعد نحكي انه العلاج الدوائي، العلاج بالإبر للبدانة، او ممكن تكون حبة مثلا. بس حاليا اللي أخذ انه FDA approved بشكل جيد هو العلاجات الجراحية، سواء قص المعدة او تحويل مسار او تحويل مسار مصغر، هذول يعني اللي اشياء شيء شغالين وعم ينشروا معنا. في عمليات ثانيه معقده كيف، وفي عمليات بطلت، بس هذول اشياء شيء عم ينشغل فيه. طيب دكتور، كثير هيك سريعا بنسمع بالسوق مكملات او خلينا نقول ادويه تنحيف، وصرنا نسمع اخر شيء بالحبه اللي بتتحول لبالون بقلب المعده، بتبقى مدري كم شهر بتنزل الوزن، بعدين لحالها بتتحلل ضمن المعده. شو رايك اليوم طبيا؟ بالون المعده يعني عملوا تحويل عنه كبسوله المعده. هي الغايه من الفكره فيها انه انت عم تاخذي حيز من المعده، نعم، يعني عم فانت بدل مثلا اكل واحد اكل لتر، حيكون نص لتر غير فعال، النص الثاني هو شغال. الفكره هي يعني مقاربه مثلا، بقول لك انه خلاص يعني خففتي الوارد، لكن العمليات الجراحيه او الادويه في نعم. في شغل ثاني، مو بس خفف حجم. العمليات الجراحيه مثلا قص المعده نفرض يعني خففنا حجم المعده لربع، لكن القسم اللي انشال عم يفرز هرمون، هذا الهرمون هو مسؤول عن الشهيه، فنحن عم يروح الهرمون عم يخف الشهيه، نعم. هذا الهرمون عم يتداخل مع الانسولين ما عم يخلي يصير حرق، وعم يروح الهرمون عم يصير حرق اكثر. يعني نحن هي البالون او الكبسوله عم تاخذ فكره واحده بس، نقص حجم الوارد، لكن العمليات الجراحيه مثل بدل هي بديل القص والتكميم يمكن. ما بديل، لا لكن يعني هن القص والتكميم هلا هن هيك عم يسووا لها، بس هي كقص تكميم نحن في شيء ثاني هرموني عم يشغل بشكل يعني موازي، بس مو بس انه احنا نقصنا الحجم القادم يعني. فيعني عم يشتغلوا فيها هلا. عاده بالون مادة او كبسوله المادة مثلا مريض عنده 10% 12% 15% يعني ممكن يجربها، عرفت علي كيف؟ يعني نحن لكن لها اضرار يمكن، ما اضرار، بده متابعه بشكل جيد، ما ياكل غض، ما ياكل كذا، وانتبه انه خروجه ما يصير معه مشاكل، يتمزق البالون او الكبسوله جوات معه يصير بده شيء، بس هي عاده يعني امنه ونسبه اختلاطها اقل 1%. بس قلت لك يعني احنا يعني كتصنيف ما حكينا مو البدانه الخفيفه ال 10% 15% عم نحكي فيها، الحكي العمليات وكذا معظمها ال 40-50%. احيانا قلت لك الشغله الاساسيه المريض مثلا نحن مؤهل يكون معه سكري مثلا كذا، فحكينا شغله الجراحه الاستقلابيه اللي هي عم نحن كمان بالهرمونات عم ترجع المريض للوضع الاساسي تبعته، منه السكري عم يتوقف ما نهينا نهائي، بس توقف اقل 10 سنين، فنحن وقفنا الاختلاطات تبعته 10 سنين، بدل ما المريض يبلش دواء سكري عمره 40 صرنا نحكي بال 50، فالاختلاطات صارت لل 60 لل 70. يعني هي موضوع كثير معقد وندوات كثير عم تصير وندوات كثير عم تصير. كفكره اساسيه للاخوه اللي عم يعانوا من المشكله، عرفت علي كيف؟ انه يعني لا تردد انه تشاور طبيب، لا تردد انه تحكي مشكلتك. اهم شيء واحد بده يحكي انه مشكله بده يحلها انه يواجهها، فانت لا تردد انه تواجه طبيب، هي نصف الحل دكتور اليوم واجهت المشكله. بدنا نشكر حضورك لليوم، بدنا نقول بالصحه والسلامه لكل حدا اليوم رافقنا هيك، الله يبعث لكم ايام حلوه وبيضه مثل هالتجربه اللي نزلوا اليوم. شكرا لحضورك معنا. أما نحن ليلة وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، شكرا لكل حدا رافقنا بصباحنا لليوم، شكرا لكل الكادر الفني يلي ترافق معنا بالكنترول، المخرج جعفر أحمد، المعد رامي بداوي، رهف وملك ومها وكل الفنيين، يعطيكم ألف عافية. لاقونا بكرة بنفس الموعد، فقرات جديدة وضيوف جداد، من هلأ لوقت تكونوا بألف خير واستمتعوا إذا نزلت التلج وعلقت. باي باي. أكيد رح نستمتع يا رشا. شكرا لك وعلى كل الأشخاص اللي عم يحضرونا ولكل الكادر الفني اللي كان مرافقنا بالكنترول وأيضا بالاستوديو. نتمنى لكم بقية نهار كتير حلو مثل ما بتحبوا وبرفقة الأشخاص اللي بتحبوا. انتبهوا بألف خير. باي.